نشوف انه اليوم ممكن انه الالوان تلعب دور جدا كبير بطاقتنا وتقبلنا للمكان. كبداية خليني اعرف من حضرتك شنو الطاقة اللي ممكن انه تنطيها لنا الالوان؟ الالوان هي عموما يعني طاقة موجودة بكل مكان ومخلوقة من رب العالمين. نعم. موجودة عندنا احنا بكل شيء نشوفه، نشوف اكو لون، واللون بالنسبة لنا هو حياة. صحيح. فبالنسبة للألوان داخل المكان تلعب دور كلش كبير من حيث الطاقة النفسية للإنسان، العفو، أو الحالة النفسية للإنسان. فعلا. عموما احنا أغلب أوقاتنا خارج البيت، فخارج البيت نشوف عدة أشكال وعدة ألوان. صح. فنرجع مثلا لمكاننا أو لبيتنا، نحتاج أنه نرتاح، ناخذ ريست من الحياة الخارج المنزل. فوجود الألوان المريحة داخل المنزل يلعب كلش دور مهم بطاقة الإنسان وحالته النفسية. فعلا. فيعني مثلا عندنا الألوان بصورة عامة هي هواية، وتدرجاتها هواية. صحيح. يعني متعارف عليها احنا عندنا مثلا الالوان البارده والالوان الحاره والالوان اللي تشعرنا بالسعاده، الالوان اللي تشعرنا انه مثلا هذا مكان عمل تعطينا طاقه حتى نكمل يومنا او نشتغل مثلا بالمكاتب، بالدوائر الحكوميه، والالوان اللي نتوفر مثلا بالمطاعم اللي تساعد على فتح الشهيه. صح. فهي كلها تلعب دور بطاقه أكيد. المكان وطاقه يعني المكان بصوره عامه مو شرط منزل. طيب اليوم ممكن انه احنا بالمكان اللي نكون موجودين به نشوف انه بالاونه الاخيره صارت اكو هبت سنه من السنين انه موضوع الهول او مثلا غرفه المعيشه يكون هو بهذه الالوان المتعدده، مثلا كل جدار يكون بلون مختلف عن الآخر، أو ممكن بعض الأشخاص دائما يفضلون أنه مثلا الحائط يكون بهذا المرمر أو ما أعرف شو يسموه. أكو بديل المرمر، بديل الخشب، أي ممكن تكون في ألوان موجودة ألوان. فهذا الموضوع يعني يشكل مجموعة من التداخلات بالألوان بحيث تحيرين تبعين على الستائر، لو على الفرش، لو على القنفة، لو على الحائط. هذا الموضوع شنو يخلق لنفسية الإنسان؟ هذا الموضوع يعتمد أول شيء على أنه أم البيت أو أهل البيت شنو هم يحبون بالضبط، شنو اللي يريحهم، اللي يريح عينهم. احنا ندري اذواقنا مختلفه بصوره عامه كبشر. صح. فكل تشوفين يعني مثلا احنا كمصممين من نشتغل نلزم الزبائن الرجال مثلا ومرته واطفاله، ونسالهم كل واحد شنو يحب، نطلع لهم صور من عملنا او اعمالهم حابيها شايفيها. نعم. فبالنسبه لموضوع غرفه المعيشه اللي هي تكون هاي انت اللي حكيتي بيها، هي خامات تمام، ماتيريال. هاي الماتيريال الموجوده نقدر نوظفها بعده طرق. نعم. فموضوع الالوان بداخل هاي الماتيريال كلش يلعب دور. نعم. يعني مثلا احنا من حاطين بديل رخام او بديل خشب، لازم اكو له فد شيء ينسق الديكور الموجود، يكون مريح لهاي العائله. نعم. مو شرط اني املي الجدار كليته الوان. صح.